مدرب عدنان بن حارث. بالنسبة لتشكيلة هلال مساكن، أشرف محفوظ، رفيق إبراهيم، مالك بن رحومة حراس مرمى، جاسر ورفلي، أيوب بن قباب بالأزياء الحمراء والخضراء، بينما فريق مكارم المهدية يلعب اليوم بالألوان الربيعية. لكن الحكم يرجع إلى مخالفة 9 أمتار، تمشي الكرة من جديد، حكيم بوشين يتوخل ويحاول يسدد، والتصدي من الحارس أشرف محفوظ، لكن فما مكارم المهدية يمشي لها اللاعب رقم 10 أحمد دلدول ويسدد، تصطدم بالحارس أشرف محفوظ. صالح فريق مكارم المهدية ومحاولة ناجحة، المحاولة أو ناجحة بالفعل تصبح جانبية وتعود الكرة لصالح فريق مكارم المهدية. كرة لصالح فريق مكارم المهدية، محاولة ممتازة، لكن الحارس أشرف محفوظ محمد عزيز مساكني. إذن كرة لفريق مكارم المهدية، تمشي اللاعب حكيم بوشين يتوغل وينجح اللاعب حكيم بوشين في تسجيل الهدف رقم 4-5 مقابل 4 بعد مرور 9 دقائق و40 ثانية. تمشي للاعب رقم 4 حكيم بوشين يحاول يسدد حكيم بوشين، وتمشي قوية تسديدة من اللاعب إسلام حقونا يتمكن حكيم بوشين في التنفيذ. حكيم بوشين يستعد حكيم بوشين ويسجل ويعدل 9 في توقيت 24 دقيقة لعب، والنتيجة 12 مقابل 10 لصالح مكارم المهدية أمام هلال مساكن، والهدف رقم 13 حقونا حكيم بوشين. فما محاولة بفريق مكارم المهدية عن طريق الجناح ناشحة الكرة، تمشي اللعبة أنيس بن سالم ترجع الكرة أنيس بن سالم، تمشي للعب رقم 4 حكيم بوشين وناشحة والهدف رقم 16-12 قبل 30 ثانية من نهاية الشوط الأول. تشكيل فريق هلال مساكن، تشكيلة كون أشرف محفوظ، رفيق إبراهيم، مالك بن رحومة، جاسر الورفلي، أيوب بن قدور، أمين بن عون، جمال بالشيخ، خالد يوسف، عبيد الله بريري، ثامر بقرن، محمد عميمي، لمجد المدب، هادي محجوب، عمر المهذبي. ولو في أغلب الأحيان فريق مكارم المهدية هو اللي يخل فارق، لكن فريق هلال مساكن يعود من بعيد ويتمكن من التعديل، ومحاولة قوية ياسر من لاعب حكيم بوشين يتمكن من تسجيل هدف رقم 18. إذن 17-18 كرة لفريق هلال، يمشي للاعب أنيس بن سالم كرة بوشين حكيم بوشين، واللاعب الدائرة سالم مقمر يتمكن من تسجيل الهدف رقم 19. هي اللاعب حكيم بوشين وأشرف محفوظ وجه لوجه، ويتمكن اللاعب حكيم بوشين 20-21. مقابلة متقاربة في المستوى، متقاربة في النتيجة، محاولة من حكيم بوشين ولكن جانبية إلى 29-26، والكرة لصالح فريق مكارم المهدية، تمشي لحكيم بوشين. حكيم بوشين، وفما محاولة ناجحة من لاعب إسلام حقونا.